تم في كنيسة يسوع الملك المصدر بعمان منح رتبة الشدياق لرئيس مجموعة الكشافي في الرعية السيد بشار المعشر، وذلك ضمن قداس احتفالي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بمشاركة كاهن الرعية الأب عدنان بدر. وفي عظته خلال الاحتفال الذي حضره عدد من الآباء الكهنة والشمامسة والأخوات الراهبات وجمع كبير من أبناء الرعية، أثنى سيادة المطران الشوملي على الشدياق الجديد الذي يعد الشخص 21 ممن تم منحهم هذه الرتبة خلال هذا العام. في الكنيسة أعضاء كثيرة، هنالك من يخدم في القداس، هنالك خدام الهيكل، المرتلون، العازفون، المرتل المنفرد، رئيس الجوقة، هنالك أيضا الشماس، القارئ، الشدياق، الكاهن، الأسقف. يوجد أيضا في الكنيسة من ينظمون حياة الكنيسة، المجالس الرعوية، الكشاف، أعمال المحبة والخدمة، الكاريتاس. الكنيسة ومن يعلمون الدين، سواء كان معلمو التربية الدينية أو المعلمات، مدرسة الأحد، كل واحد فينا مدعو أن يكون له دور فاعل ونشط في الكنيسة. لا يوجد في الكنيسة دور للمتفرجين فقط، كل واحد فينا له دور. واليوم يسعد الكنيسة أن تمنح أحد أبنائها رتبة الشدياق، وهي تقوم على خدمة الهيكل. فالشدياق هو الذي يحضر التقادم، هو الذي يساعد الكاهن أيضا في المناولة عند الحاجة، يساعد أيضا في مناولة المرضى بناء على طلب الكاهن، هو الذي أيضا ينظف أو يغسل الآنية بعد المناولة، هو أيضا يدرب الخدام لخدمة الهيكل بجدارة واحترام، بالإضافة إلى دوره كقارئ يقرأ كلمة الله ويعلنها ويدرب القراء كي يحسنوا دورهم. وفي نهاية القداس التقى المؤمنون حول الشدياق المعشر مقدمين له التهنئة في جو من البهجة والسرور. أعطينا الرتبة لأحد شبابنا اللي هو رئيس مجموعة الكشاف في هذه الرعية، اسمه بشار المعشر. هذا رقم 21 من بين الشدايق الجدد اللي نالوا هذه الرتبة هذه السنة. مهمته زي ما بتعرفوا هو خدمة الهيكل، تحضير الخدام للهيكل، تحضير التقادم، منح المناولة بشكل استثنائي، أيضا نقل المناولة المقدسة إلى المرضى عندما يطلبون ويحتاج كاهن الرعية إلى هذه الخدمة. هذه مناسبة فرحة لأنه دم جديد يدخل في شرايين الكنيسة لكي يغني ويثري هذه الكنيسة جسد المسيح السري. بشكر أول إشي ربنا على هاي النعمة الكبيرة، لأنه أنه أنت تمسك جسد ودم المسيح في إيديك وتعطيهم للناس، هاي مهمة أكبر من المهمة القارئ الأولى اللي كانت، اللي هي ننقل كلمة ربنا للناس. بشكر ربنا أول إشي على هاي النعمة، بشكر سيدنا المطران ويليام الشوملي اللي رافقنا بهالمسيرة بالتحضير، رافقنا بطول هالوقت وهو عم بيحضرنا حتى نوصل لهاي الرتبة. بشكر أبونا عدنان على اختياره إلي لأكون مساعد في هاي الرعية بهاي الرتبة، الكاهن أبونا سليمان، الشماس بييرو اللي دايما داعمنا، فعالية الرعية اللي دايما موجودين هون في خدمة الكنيسة كلهم من مجلس الرعية طبعا اللي هم إخواني وحبايبي وشبيبتنا وكورالنا وكشافة الرعية اللي دايما بيخدموا الكنيسة، ومن الشبيبة والكشاف تعلمنا الخدمة حتى وصلت لهاي المرحلة اللي هي خدمة جسد ودم المسيح، خدمة هيكل الرب، وأوصل ربنا أكثر للناس، وبصلي إنه ربنا يعطيني القوة حتى أقدر أكمل بهاي الخدمة.